ما في شيء. شو؟ عشان ملل ما في شيء يعني فاهم بس. غير هيك أنا ما تخبرني أخبار. إزاي؟ حبيبي والله لا في شيء أقول لك ما في شيء والله. والله أنت على بالك. ولا لا مش عا مش عا أنت كعلم أنت أكتر واحد قلنا انبسطوا وشوف فيها الحياة شو فيها طلع. لا ما يزعل والله ما يطفشان. طب ليش شو بك؟ لا بس كده ملل بس مو شيء أكثر. مرتضى مش حاله؟ إيه. هنا يا 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 فوت احكي على التليفون اللي ما عم تقول انتم بلا كيف جاي بضيعه تعبان خلصت هنا وقال انه جمعه الجاي جايه مع اصحابه كلهم وجاي اثنين فول من الضيعه كل الضيعه نازله كيتي حدا شو الوضع تمام والعان الوضع والله انا كمان ليه زعلانه طيب ليه حسك عم تضمع يعني مش فرح يا ميسه حبيبتي انا امي كلتي بيكلموني ليه بحسك بس تحكي تليفون تنزل داون لا مش داون بالعكس مبسوطه كثير بس بتشتاق له انا حساسه بس اسمع صوتك فاتت مرحبتين ومرحبتين وين نهدب بيكي وين اغاني المؤلفه انا بدي اصير في هيك اشياء ما فات كيف هون بيغني خيال كل واحد عنده